هما كانوا يجيبوا معاهم كلارك مشاهدين فيسبوك يعني شوفوا يعني هاد البنايات يعني الزايده كما كنقولوا اللي كنستغلوها هاد الساكنه هادي ما بقاش يعني جريده دايره بحال البيوت دارت سقفت ولي منزل هادي كما سمعنا بعض الناس انا اللي كيقولوا بان هادشي هي كمشيو من الداخل يعني راه بجليج وبكلشي راه بجليج مشاهدي الكرام شوفي دايره بجليج وبجريده بكرازه يعني هذا راه منزل هذا راه عاد سقفوا لي منزل باب حديدي كلشي يعني من القائدة. الإشكال اللي كاين دابا هو السيارات يعني المركونة اللي كتعيق يعني العمل ديال هاد الناس هادو. هذا هو حال حي برنازيل يعني هنا مدينة الدار البيضاء يعني الكل المكان فيه يعني مستغل
معاك. بس اهدر معاك الحين انا عارف كيف تصير طاب خير اخويا شيخ طاب الحال صافي ماشي مشكل شي غتريب انت شنو شي مشكل وانت جبتي لي كلشي حتى قول هنا كان ماشي ديالي هذاك ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.